أمام الأبواب الموصدة لمقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطرابلس، افترش المهاجرون الأرض ينشدون ترحيلهم من ليبيا. أحمد مهاجر سوداني احتجز قبل أيام خلال الحملة الأمنية بمنطقة جرجارش، فر بعدها من مركز الإيواء قاصدا مقر المفوضية. صدم أحمد بأبواب المفوضية المغلقة. أنا عايز من المفوضية يعني يعمل يدير لنا إجلاء للجميع باسم اللاجئين الطالبين اللجوء في دولة ليبيا إجلاء فورا. نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ووكيل وزارة الداخلية زاروا أحد مراكز الإيواء التي أعيد إليها عدد من المهاجرين، وأطلقوا وعودا بإطلاق سراح العائلات وعلاج المصابين منهم. كما تعهد الكوني بإطلاق سراح كل من لديه وظيفة في البلاد، مع رسائل تطمينية للذين لم يتم إعادة احتجازهم. من هنا نعلن للجميع بأن لا أحد يتعرض لهم على الإطلاق، هم يعتبروا الآن خالي السبيل، وأيضا نرجو من كافة المنظمات الدولية أيضا أن تساعدنا في هذا. دعوات للمنظمات الدولية للمساعدة بفتح باب الترحيل لمن يرغب أو ترحيلهم إلى دول المقصد، رسائل حملها المجلس الرئاسي لتطمين المهاجرين وتهدئة الرأي العام الدولي، إلا أن ذلك كله برأي مراقبين يبقى في إطار الوعود غير المبنية على أساس متين، فيما لا زالت المشكلة بعيدة عن المنهج السليم لمعالجتها. عجز الحكومات الليبية المتعاقبة عن تأمين حدودها يعني استمرار وصول أفواج المهاجرين، وما لم يشهد الملف معالجة جذرية يخشى أن الأحداث التي شهدتها طرابلس لن تكون الأخيرة. إبراهيم العبدلي، العربي، طرابلس.